نرجع لك مرة تانية سلمى، انت كمنوتة بقى قلتي ان انت كنت الاول تلعبي التنس وبعد كده حولتي اول من الجواز وسبتي فترة وبعد كده بدأتي تلعبي هذه اللعبة، هل في متطلبات مخصوصة او حاجات اي حد يقدر يلعبها؟ انا كست ما بلعبش رياضة دلوقتي اقدر ان انا ابتدي، ولا هيبقى صعبة وعايزة متطلبات معينة لازم اكون لعبت رياضة لفترة، وخصوصا رياضات المضرب بتبقى عايزة لياقة بدنية؟ هي لا خالص، اي حد ممكن جدا يلعب ممكن بادل ابتدي في اي وقت. اي وقت، وهي احلى ما فيها ان هي بجد هي ملهاش سن معين. يعني احنا في ما شاء الله في ناس 50 فما فوق بيلعبوا وبيبقوا مبسوطين جدا جدا جدا، وفي جونيورز تحت 16 و13 كل دول بيلعبوا، فالايدج رينج بتاعتها واسعة. واسعه جدا. مش لازم يبقى في عندك راكت باك جراوند. في ناس بتلعب بادل مع عمرها ما مسكت مضرب خالص. خالص. انا البارتنر مثلا بتاعي اللي بلعب معاه من كان لعيب ووتر بولو مثلا، يعني اساسا فيعني اللي هو ما عمره ما مسك مضرب، بس مره في مره ابتدى هي مش يتمرن زي التنس ما فيهاش فردي، هي على طول زوجي. زوجي. على طول زوجي. بالظبط. فبالعكس يعني انت ممكن اصلا دلوقتي حالا تنزلي تلعبي خلاص عادي يعني جدا هتتبسطي اخد جدا. المضرب واطلع على الملعب. على طول. هو الملعب بتاعها اصغر شويه من ملعب التنس مش كده؟ اصغر دايمنشنز، اصغر اصغر. شويه 20 في 10. هو احنا بنقول، في حضرتك قلت ان هي لعبه سهل ممارستها ولكن صعب يعني انك توصل فيها لمستوى محترف. اوكي. وده احنا بنشوف ان يمكن حتى النهارده حتى لعيبه الكوره القدامى بيرجعوا، يعني اي حد كان بيلعب رياضه او عايز يبدا رياضه في سن متقدمه كده سهل جدا انه يخش ويستمتع من اول مره، ودي يمكن الشده الناس كلها عليها، ان انت بتخش بتلعب رياضه وبتستمتع ومن اول مره زي ما سلمى بتقول بتلاقي نفسك ان انت اتشدت ليها وبتلعبها على طول. ده انا مبسوطه جدا منها، يعني السعاده ايوه والله بجد بتشيل كميه طاقه سلبيه. يعني ناس ساعات بتبقى مضغوطه جدا طبعا جدا حقيقي. جدا، اول حاجه يقولوا طب يلا ننزل نلعب بادل. هو يعني انت تشجعيني هو جدا ان الواحد بجد يبقى طاقه جواه بقى فعلا طاقه بتطلع. سلبيه وبيبقى بجد محتاج حاجه بتغيرها الايجابي يحركه. بطريقه بتحس ان انت دخلتي بمود، طلعتي بمود تاني خالص. موجود الملاعب بتاعتها في كل مكان كل حته، بجد، في كل حته دلوقتي. الله كل يطول. حته. خلاص. لا انا ممكن اقول لحضرتك ان احنا مثلا يعني مجرد يعني ارقام بسيطه كده، احنا يا ريت. اول ملعب اتحط في مصر كان سنه 2014، ومن 2014 لحد 2020 كان عندنا يعني وصلنا من صفر ل 50 ملعب تقريبا. من اخر 2020 لحد النهارده في سنه ونص طلعنا من 50 داخلين، يعني داخلين تقريبا على 300 ملعب. ياه، ده دي مش قفزه، دي لا ده يعني ما شاء الله صاروخ يعني. لا وده في كل حته في العالم، يعني مش بس في مصر، احنا بنتكلم انتشار واسع للعبه على مستوى العالم بطريقه غير طبيعيه. طيب احنا بنتكلم، احنا ما شاء الله ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله، طبعا عندنا انجازات في الاسكواش واسعه، هل نتوقع وانتوا لسه يعني حديثي التكوين زي ما بنقول، يعني بقى لنا سنه واحده في الاتحاد المصري، احنا ان شاء الله نحقق مثل هذه النتائج ونبقى يعني مصنفين الاوائل على مستوى العالم؟ والله طبعا هو ده اكيد ده هدفنا، زي ما هو هدف اي اتحاد يعني ان هو يقوي اللعبه داخل بلده. بناء على كده احنا عندنا مجموعه مشاريع شغالين عليها داخل الاتحاد، من ضمنهم برنامج اسمه ذا رود تو 1000 جونيورز او الطريق الى 1000 ناشئ، وده اول برنامج على مستوى الوطن العربي وافريقيا. حلوه ان احنا النظره الحقيقه واهنيك عليها يعني. بشكرك جدا. على مستوى الناشئين، وهو يمكن اول برنامج تم وضعه مع يعني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، هيبدا فيه في اول سبتمبر ان شاء الله. هنتوجه لكل الانديه ولكل المدارس، معتمد على مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي بالتنسيق. بدايه السن يبقى كام بالنسبه للاطفال؟ هو شبيه جدا بالتنس، احنا ممكن نبدا من اول 5 6 7 سنين، ولكن الفتره دي بيبقى اكتر حته كوردينيشن اكتر ما هو من اللعب بالظبط، ولكن المراحل السنيه من اول 8 سنين 10 12 لحد 18. بنجهز السنه الجايه لكاس عالم ناشئين، فاحنا بنحاول نبعت رساله لاولياء الامور ان هي لا دي رياضه احترافيه انت ممكن توصل فيها. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنشوف ان الشعب المصري دايما بيستقبل رياضات المضرب بطريقه جيده، فاحنا حاطين امل ان شاء الله ان احنا بناء على خطتنا من 5 6 سنين الجايين نقدر نوصل بناشئيننا لاعلى مستويات ان شاء الله.